راسين كاري مع سامي بن نور على EFM أحلى راديو. هذه ساعتنا الثانية، مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا. بستر عمام وكابتن خالد حسني. والله يحب أخوك أنس بن مالك، تفضل خويا. ميرسي العصيدة، عايشك والله يا سيدي. العصيدة ولو بعد بشوية روتارة ما تجي مع سيدة بستر لا يعلى عليها. أمس أقول أنا عمري ما نكذب حتى على روحي، سيتي عندي ليس أول مرة ناخذ هناك العصيدة. صحة صحة كابتن، بالفستق قاعد أنت قاعد تكتشف. لا لا مش ناخذ الروسيت. حاضر يا سيدي. تو أنت كي تاخذ الروسيت بربي صباح باش تعملها تمام. ليه المدى مدام تو بعداش يخلص يقد انت عاد تدخل الكوجينه. ليه لان انا في الكوجينه مش ايه، فما حاجات صغار نعملهم مي با العصيده حتى توصل لذيه تولي عاد. ليه معلم عندك باش فيسبوك عندك العصيده المنوخيه عصيده الكابتن. يا انا مش اول عام مستانس بها، للعام السابع على التوالي معناتها بفضل يا ما عام السابع بستار بستار يا اخوي والله برافو والله والله. اي خليك كل عام حي بخير يا رب. يعطيك الصحه بستار. كن الفنان الوحيد اللي يمثل مع ثلاثة من أهم نجوم الغناء، أم كلثوم، إسمهان، ليلى مراد. هو يوسف بك وهبي. ولد نهار 11 أكتوبر كما اليوم 1904، توفي 14 ماي 55. مع أم كلثوم، إسمهان، ليلى مراد. ليلى مراد هنو رشدي. وي هنو رشدي يا اخوي حتى هو ياكل 55. خوي الفزدق ممثل مخرج ومنتج من أصول سورية، كان من نجوم السينما المصرية وقت هو من كبار صناعها منذ بداية الأربعينات حتى رحيله في منتصف الخمسينات. كتب وأنتج وأخرج العديد من الأفلام اللي كان نجمها وبطلها الأول كما ليلى بنت الفقراء، طلاق سعاد هانم، أربع بنات وضابط. وكتب كذلك وأنتج أفلام أخرى لنجوم أخرين. بدأ مسيرته الفنية على المسرح وعمل لفترة بفرقة رمسيس المسرحية ثم اتجه للسينما. بدايته كانت صعبة قبل المسرح. أول فيلم مثل فيها المروجدي كان بعنوان جناية نص الليل للمخرج محمد صبري 1930. بعده أولاد الزوات، الدفاع، بياعة التفاح، انتصار الشباب، ليلى بنت الريف. واشتهر في الفترة ذيك بدور الثري المستهتر، الشاب الثري المستهتر. هو كيف كنت يظهر لباس عليه معناتها اللي دونك والله عرفت يوتيوه معناتها سايب صالح شويه سايب سيب اسمع تعامل انور وجدي مع مجموعه من اهم مخرجي تلك الفتره كيما احمد جلال واحمد سالم واحمد بدرخان. هو اللي عمل ديو مع فيروز الصغيرة. هو مكتشفها. أسس وجدي شركة الأفلام المتحدة للإنتاج والتوزيع السينمائي سنة 1945، قدم من خلالها 200 فيلم من أشهرها السلسلة اللي قام بطولتها مع ليلى مراد زوجته، قلبي دليلي، عنبر، غزل البنات، أفلام أخرى. قدم الطفلة المعجزة فيروز في ثلاثة أفلام، ياسمين 1950، فيروز هانم 51، أشهرهم ذهب 1953. تاع معانا ريال، معانا ريال، مش بطل، مش بطل، طن طن. اشترك أنور وجدي في 6 أفلام من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية: العزيمة، غزل البنات، ريا وسكينة، أمير الانتقام، الوحش، غرام وانتقام. تزوجت 3 مرات: ليلى مراد، ليلى فوزي، الهام حسين. شكون الهام حسين؟ ولم يرزق بأبناء، ما يحطش روحه في غرار. بعد رحلة مع المرض توفي أنور وجدي 14 ماي 55. عليه مرض مسكين، مرض إلى ذي عن كونسير يبدو يظهر لي ايش بانس يظهر لي ترك ما يقارب عن 70 فيلم. وكان أشكال مشكلته أنه معناها معقد أنه ما جابش صغار. يبدو أنه حتى طليقه من سيدة ليلى مراد كان لأسبابها هي ما تجيبش صغار، لكن هي كي تزوجت بعد وزوز هي جابته وما جابش. ليلى مراد عملت لك برشا مشاكل يا بستها. نحبها يلا يلا جيان مراد قدمنا الوجه الجديد. عزتنا العصيدة، عزتنا العصيدة خص قدمنا الوجه الجديد. شو لقب تاعك جيهان مراد؟ يا بنتي خلي تكلم الطفل. جيهان مراد قدمها جيهان حاجي. حاجي يلا هات على العشية. راسين كاري مع سامي بن نور على EFM أحلى راديو. EFM أحلى راديو، مرحبا بكم مستمعينا. تفضل أنس. حبيت أقول بمناسبة المولد أنا النبوي الشريف. أنا لا أقمعك. بمناسبة النبوي الشريف نسلم على المستمعات والمستمعين كل.
نقول لهم ان شاء الله النبوي الشريف نهار الجمعة. ما زلت نهار السبت اللي فات اي ما اول ايميسيون عندي معناها كان جات الايميسيون الاولى هي نهار بعد بعد بجمعتين راك قلت كمان بيان سور مش بيك مش في اول الساعة من البرنامج خاطر اول الساعة مازال ما كليش عصيدة خاطر برافو يا كابتن تبدا الوردة مازالت فيها ريحة برافو يا كابتن لا روزي فني مثلا شو ما نعرفه بقري شيخ هاكا سامي شيخ كان بالكرشة كان بالكرشة ما نعرفه مولد كرت كريت العصيدة على ذكر الماكلة هذه حسب رأيكم شنو أخطر أنواع الماكلة في العالم أختار أكيد اللي مش طيب في أنت في الكوجين ساسي ساختار ماكلتي مش خطيرة من صبر اللي هو مش منصح به الحلوشة واللي نعرفش أنا لا ما وصلناش شنو ماكلة معناها طيب أن بلا لا لا لي برودوي انغريديان لي برودوي فما صوص شنو مرة حطوها قدامي قالوا لي راهو سي بيكون وانا قلت لهم في مخي انا التونسي جاي ناكل هريسه ومشي قدونا حطيت ضربه في لا ما تحكيش على الوزابي انت تحكي يمكن وزابي خضره خضره جابونيزا في ريستو شينوا انت حطيت طرف في واحد وي. في فمي عيني بدموع عملوا هكا واش هذي واش قولك فيها لا به لا هنا نحكيو على لي برودوي فما دي برودوي فما ماكله سورتو في الشارع نلقاها في العالم كامل تعد من اخطر الاطعمه في العالم كيما مثلا همبرجر لحظه بركه كابتن بيتزا همبرجر منو كيما الهمبرجر لي همبرجر والبيتزا هوت دوغ هوت دوغ وي وي تحتوي وجبه الهوت دوغ الشهيره على ماده النيترات التي تضاف لكسابها اللون ومحافظتها على اللحم لمده طويله متشكل مع البروتيين الموجود في اللحم ماده لنيتروسامين واشارت الدراسات الى انه يمكن ان تسبب الامراض الخطيره منها السرطان عفوا عافاكم الله به هذه الاولاد الصغار مغرومين بها وماذا بهم انهم يقلوا منها مثلا لا مش الهوت دوغ نعلك على الثانيه هذه كما سلامي ولا شنية ما نعرفيش هاي هيدو الثانية هوت دوغ سي ان ساندويتش فيه السوسيس هذيك لو عرفتك الثانية هي زعما اي سلامي لا الهوت دوغ هذايا كان في حلق الواد فما سيف من السيفيات في حلق الواد كيما الكاميونة اللي هو الامريكان يعني الامريكان نحكي لك راهو اخر الثمانينات والتسعينات وانا صغير ويبيع الهوت دوغ هذيك اول مره اكتشفت الهوت دوغ هو برين الحقيقه يا ما ظاهر الثانيه هي البطاطس المقليه ورقه شيبس من خلال القلي تنشئ ماده اسمها لاكريلاميد اللي تسبب السرطان بناء على تجارب اجريت على الحيوان كيف تكون عاليه الجرعات تسبب اضرار للاعصاب مش البطاطا العاديه المقليه اللي تعرف كراتس شو نسميهم كراتس كاك الدوناتس الكعك هذاك اللي شكل دونتس الامريكان الامريكان كيف كيف اللحم المشوي الدهون المحروقه هذيك ماهيش باهيه مثلا مصدر خطير على الصحه هو يقول لك اللحم اذا كان ولا شوي لك حل هذاك خايف هذاك سي اون سورس كونسير روجين وي على الكياسات اي اي بون ولتجنب ذلك يجب لف اللحوم مثلا الالومنيوم حتى لا يصل الدخان الى اللحم دونك مجله فوكس الالمانيه عفوا في موقعها على الانترنت ثلث الحالات الاصابه بمرض السرطان بسبب النظام الغذائي غير السليم ولا تعمل مقليه تمثل بشكل خاص مخاطر على الصحه قلوا من ماكله الشارع احنا عندنا المقلي احنا عندنا المقلي برشا في تونس اكثر من هكي كابتن واحد كيبدا مريض نعملوا نشوي له طريف كبده لا مثال زعما تكون صحيه كيفاش اكيد نشويها كيف نشويها اما هي عبد الستار الكبده مثلا ما تجيبش ياسر مثلا حتى كي تشويها ما توصلش لدرجه الاحتراق هذيك تحط على الكانون في العيد تحت حرقه تولي فيها بقايا كحل صحيح رد بالك كيما لي كويس دو بولي يعني باهيين كي تشوي الحوت زاد عبد الستار يحبوا شكون اول مطرب عربي يغني الكلمه البسيطه بلهجه بلادو ولد 1 نوفمبر 1921 توفي كيما اليوم سوداني ديش اكتوبر 2013 كيما اليوم سوداني عام قديمات 2013 بلغه بلاد الكلمه يمني عراقي خموا شويه باش نعطيكم أغنية أنا شخصيا نحبها هو صوت صغير ولكن الأغنية ياسر مزيانة أغنية نوستالجيك ساعات بشتاق نرجع بعد شوي
من 2 للجمعة من 5 لل 7 متاع العشية راسين كاري مع سامي بن نور على EFM أحلى راديو. يلا رجعنا في راسين كاري. السؤال كان شكون أول مطرب عربي يغني الكلمة البسيطة بلهجة بلادو؟ تولد 1 نوفمبر 21 توفي 11 أكتوبر 2013. شو اسمه اللي غني مع فيروز؟ شو اسمه؟ رحباني؟ ليه اللي غني مع شو اسمه اللي أنا هالبير؟ يا كابتن هو اعطينا زيدنا عندي سخرة. بدأ مسيرته انا والبير هذاك شو اسمه بدأ مسيرته الفنية بشق طريقه الأغنية اللبنانية. هو وديع الصافي انا والبير ما جبتش عن طريق البرير ايش الأغنية انا والبير نعرف جروب اخر هو شو اسمه انا والبير وديع الصافي ابو وديع الصافي صوته صافي مش صغير. عبد الوهاب قال لك وديع هو الغناء والغناء هو وديع. عن طريق ابراز الهويه نتاع البلاد كيما لبنان وتركيزه على مواضيع لبنانيه ومعيشيه ذاع صيته 1950 حينما اصبح اول مطرب عربي يغني الكلمه البسيطه باللهجه اللبنانيه بعدما اضاف الى اغانيه موال العتاب الذي اظهر قدراته الفنيه. توا قبيله مش هو اللي غني. تذكروا الحفلة ذي 99 وقت اللي جاء غنى وديع صافي هذا مع محمد جبالي وقتها عملوا دي جيو مزيانين في الأغنية هذه وغيرها من الأغاني. دونك في خمسينيات القرن الماضي قال عنه عبد الوهاب أنه وقت اللي سمعوا يغني موال ولو من غير المعقول أن يملك أحد هكذا صوت. اسمع عبد الوهاب قال برشا كلام في برشا عبيد معناتها مثلا برشا برشا من حبش نسمي قال في فيروز هذا كيف كيف قال في فيروز قال فيروز حتى مغنيين متوسطين قال فيهم شكون ساعات مثلا مثلا سهل كلام راه سهل لكن بيلي كل واحد خليفتي رونالدينو خليفتي رونالدو خليفتي كله كابتن خالد بولي كل كوب دي موند يقول لي كيبا ذيك باش تهز هذيك مش باش تهز ويقول جوار ذاك كبير اش قال باش قال اللي يقول انا مش باش تهز الليل يا ليلى الليل يا ليلى هذه اوكي كابتن كان حتي تاني راه طلعني سلم على ولا قال لك الاغنيه هذه فما مده ما تعديش بكل صوته كبر. لقب بصاحب الحنجرة الذهبية قيل عنه في مصر أنه مبتكر المدرسة الصافية نسبة إلى اسم وديع الصافي. في أواخر الخمسينات شارك مع عدد كبير من الموسيقيين اللبنانيين في نهضة الأغنية اللبنانية انطلاقا من أصولها الفولكلورية. 75 اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية غادر وديع لبنان إلى مصر بعد سنة تقريبا ثم انتقل إلى بريطانيا ليستقر عام 78 في باريس. كان سفره اعتراضا على الحرب الدائرة في لبنان ودافع في تلك الفترة على لبنان الفن والثقافة. 90 خضع لعملية قلب مفتوح ولكنه استمر بعدها في عطاء الفني بالتلحين والغناء. على أبواب 80 لبى رغبة المنتج اللبناني الشهير اللي حكي عليه سي مختار من الرصا ميشيل الفاترياديس ليحيى حفلات غنائية في لبنان جاء البارح مع المغني خوزي فرنانديز المطربة حنين. وديع الصافي عنده 3 جنسيات مصرية فرنسية وبرازيلية لجانب جنسيته الأصلية لأنه يفتخر بلبنانيته. أي 3 جنسيات أخرى بخلاف صحي تنس أنت خدم جنسية عندك سيم كرمه أكثر من بلد سؤال محرج هذا ومؤسسة وجمعية خميسي عندك برشا متلمح وحمل أكثر من وسام استحقاق منها 6 أوسمة لبنانية منها وسام الأرز برتبة فارس كما منحته جامعة الروح القدس دكتورة فخرية في الموسيقى 91. بالطبيعة توفي وديع الصافي. آخر ما غنى كان ديو متاعو مع نجوى كرم كبرنا الغناية وبطبيعة الحال عمل الحفلات ولكنه بعد تعب شوية. دونك 11 اكتوبر 2013 ذكرى وفاته اليوم معناها تقريبا 9 سنوات تقريبا 9 سنين بالضبط عن وفاته بالضبط. فوالا ما خلاش ولده بعده يغني اي ما ني با اوسي بريون كو ما حنجرته مش قويه وديع صوته لا
الوديع من اعظم الفنانين اللي جاوا من العالم العربي طبعا. الاصوات ولو ولا على الطعود ولا حاجه ابدا يعني. وان كان هما عندي في نظري انا هما زوز، هو ونصر الشمس الدين. اه وي الاثنين اصوات رائعه في لبنان. وي انما وديع خرج خاصه بعد الحرب، ونصري قعد في دال اول حاجه لبنان، وثاني حاجه الفيروز. فيروز قعد باقي في ظل فيروز، باقي وراها، باقي سند لها، وعمره ما سلم حتى لاخر لحظه في حياته. مثلا فيروز بتبعها كانت راضى الخروج من لبنان حتى وان كان الحرب، فبالتالي كيف اللي معنا ملقاش حظه كيما هم. هما الاثنين تقريبا يتشابهوا في الدايو، فما برشا اغنيات من الفولكلور يغنيهم الاثنين، فما تشابه في الاصوات. وي يلا سؤال يقول شو المهرجان اللي عملوه في تورنتو للحد من الزحام المروري والتلوث باش يقاوموا وقت الزحام المروري يعني الازدحام الاكتظاظ المروري السيارات في اوقات الذروه عملوا حاجه؟ اجابه كلاسيكيه يوم بلا سيارات. لا كلاسيكيه هذا كونسير هذا في تونس ما ينجحش. يوم بلا سيارات من برا ينجح. اي في مهرجان اي والله شو غناو فيه معلش انا كونسيب جو سي با ايه هذا المطلوب انه تلقاو الاجابه مثلا سي لو كونسيب دو ليميسيون مثلا كونسيب شيخ الناس خير ما يقولوا ان كونسير يعني وقت الستة تجي انت مثلا في اللاك تحط فرقه زياد غارسه يغني مثلا تسويقه كبير في تونس ما ياثرش علاش ما ياثرش في اللاك على خاطر بتعرف فماشي سونس شمن ازدحام لا الازدحام موجود الازدحام كتعرف ككراب اللي يحب الليسانس يا ما بتبعتنا جاي على ساقين وانت لا ازدحام اكتواليتي لا كابتن كابتن اكتواليتي لا سامحني هو جبد زاد اكتواليتي لا ما عملوش عروض نتاع سينما مثلا عروض سينما سامحني شنو ما نجمش مثلا انا في الميكرو اذا نعمل تصيحه فزاع ايصاص بربي ايصاص تو غدو كي ما تجيش وينك ما لقيتش ايصاص قول لي شنو اليوم في طونجونت باش لقيت جيت لقيت ايصاص انا ما لقيتش ما عادش تخاف خذ تربي مادام بركه المولد بركه المولد والله بركه المولد الشريف بركة المولد النبوي الشريف مش يكون عندكم ايصاص ما تخافوش ان شاء الله جاكم ايصاص ان شاء الله يا ربي بالبركة العظيمة هذي انا ما قلت حد شايف الاكتواليتي المهرجان هو المهرجان مهرجان البركة مهرجان صالح للبركة للموت تحياتنا صالح تحياتنا صديقي يلا المهرجان اللي عملوه في تورنتو للحد من الزحام والازدحام المروري هو مهرجان نهر الكتب. شنو هو نهر الكتب هذا؟ بعنوان الأدب في مواجهة الزحام المروري. هذا اللي قامت به مجموعة مجهولة في تورنتو بكندا. حولت المجموعة هذه أحد أكبر وأكثر الشوارع زحمة إلى نهر من الكتب، سكروه بعشرة آلاف كتاب محطوطين على الأرض. بارت عدة تم جمع الكتب عبر جيش الخلاص وتطوع عفوا أكثر من 50 شخص أنه على مدار 12 يوم باش يحطوا الكتب هذوما، وأي شخص ينجم يهز الكتاب اللي يحب عليه ما تعديش من النهج أما تنجم تقرأ كتاب. ما كان في تونس يزوم الكل وفي في هاي التصويره هاي التصويره في نص الشارع في تورنتو عندك ما تهز ما عندهم يهزوا خاطر ما يقراوش 10000 كتاب ما يقراوش والله يجي نقول لك في وقت ما المهم يهزوا فما مجموعه من الشباب في مجموعه من الشباب محلاهم عملوا انيشيتيف تاع مده 5 سنين في المنزه منزه قدام في الاستاسيون بالبوس جاوب جنب الاستاسيون تاع البوس عملوا فيها مكتبه حطوها الليله كيما اليوم شنو كل شيء جاوا غدوا على الصباح ما لقاوهاش فوالا عبد ستار مشيت مره في تورناج انا حاجه اذهلتني هذه بصراحه نلوجوا على بقعه هكا ريفيه جاء المعتمد قلت له بربي علاش ما تعملوش بلاكه فيها مكتوبه قال لي سامحني بلاصتها هيك البلاك عملنا ثلاثه بلايك نحاوة على خاطر هي بالحديد سرقوها الكلها وهزوها قول لي انت ما تقول لي كتاب يعملوها بالذلف قول لي هي احسن ما مريت انا في الكاميرا كاشي هما كان يحطوا هي فكره تعملت بارتو يحطوا تليفون وهو مكهرب التليفون وتشوف الرياكسيون كي يجيو يسرقوا يعني عندك حل كان هذاك اللي يجينا حاجه يضربوا تريسيتي قبل كانوا
شكون في داره يعمل ال تحديد نتاع الشباب على السرقه يعني. ما يبدو ايه. انه قانون غير قانوني غير قانوني يظهر لي غير قانوني غير قانوني بالطبيعه كي تصير حاجه الواحد باش يمشي يبحث بون نصورها فيبل الواحد فيبل بيان سور هي حتى بون فيبل باش تقتل عبد معناها يا ما في الليل تنجم تقتل راه في بالك ولا ليه؟ في القانون التونسي كيما القانون الفرنسي كي يدخل سارق يا اي الدارك ومعناتها تدخل سارق 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 مش حتى سارق حتى يدخل انت تسمى خاطر في الليلة وفي دارك كي تقتلوا معناتها ما لا تؤاخذ جزائيا مش كيما في النهار لا في النهار لا هو الدخول للدار يتسمى اللفظ القانوني هو التسور معناتها كي واحد يطلع السور اي حتى لا هو اي معناها فكره اي كي يدخل في الليل كي تقتلوا في معناتها حاله عدم مؤاخذه كيما حاله عدم المؤاخذه قانونيا يعني قانونيا عدم مؤاخذه كيما الدفاع الشرعي بالطبيعه فماش كي يدخل دارك عبد في الليل تنجم تقتلوا هذه صارت حادثه شهيره في فرنسا في القرن الماضي في العشرينات عندها 100 سنه فما واحد اكتشفوا انه بنته عندها علاقة مع شاب بنته صغيرة بالطبيعة فيعرف القانون هذا والثغرة القانونية هذه يستنى في الليل فاستنى هو دخل الدار وضربه بالمقح لقتله وبالطبيعة صار فيها فقه قضاء خاطر لا مش ليجيتيم ديفونس تنجم مش ليجيتيم ديفونس تنجم معناتها هو ما راكش ودي تقتل في الليل عندك الحق مش دفاع عن النفس معناها مش دفاع اسمه حالة التسور في الليل يجيك في النهار بسيف لا لا في النهار حاجة أخرى ذاك الدفاع الشرعي نحكي لك ما فماش دفاع شرعي شكرا ميرسي بوكو وتوضيح مهم لأنه قانوني نقطة قانونية يعطيك الصحة يعطيك الصحة في النقاط القانونية بصراحة من غيرك كيفاش نجموا نعملوا يا حبيبي فمن غيرنا تعيطوا لجهان عمر وتعطيكم لفترة جهان حجي يلا هذه جهان فيها فترة يفنى تسمو في غاسين كاغي مع سامي بن نور على إيفام أحلى راديو إيفام أحلى راديو هذه راسين كاري نزيدوا سؤال كمان بما أنه فما سؤال أمو كان مش زوز تو عليه خاطر ثلاثة أحلى ها أنتم ثلاثة ثلاثة مع بالحق في بالي أكثر أنا ثلاثة اليوم به أنت تبارك الله بزوز ملعب ستار بقديه أيه شنو الحاجة اللي تشار بها رجل استعراض الإيطالي تعرفوه فرانك لينتيني تسمعوا بيه نعرف جان لويجي لينتيني هذاك جوار تعرف جان لويجي ايه. والحادثة الشهيرة نتاعو اللي هي شنو الحادثة الشهيرة فيلاتيو لا لا ميلان جان لويجي اللي أصله مش إيطالي هو إيطالي إيطالي في عام 91 92 كان أغلى لاعب في العالم تشريه بالوقت هذاك 60 مليار ليرة صحيح وكان مستقبل شريته من تورينو تورينو كامل خرجت خرجت مظاهرات كم شيء الحاجة أخرى اي خلنا نحكي تفضل اي تفضل فلل هذا الحكاية عاد يحب عبستار ما تحب الحكاية هذا معناتها نحكيهم فأقام علاقة شرعية غير شرعية بزوجة يا عبد الستار يحب لا معناتها هذيك يقرا مع بعض عمر طويل توا يمكن مو تحكيهم يحبوا مع عبد الستار اي فأقام علاقة غير شرعية بزوجة النجم إيطاليا وقتها اسمه سكيلاتشي جالويجي جالويجي ايش قلت لك انا جالويجي بقام سكيلاتشي فما هو ماشي ولا مروح ما بلقاء بها فيعمل اكسيدون خطير ويتصاب في العمود الفقري نتاعو حتى وقعد ما يلعبش برشا وبعد رجع وميلان ظهر لي 60 مليار هذمك لوحتهم في الزبله ويبدو ان دعوه سكيلاتشي وقع نفذت فيه تحكي هي لاجاتينا كنت تشبه القطوسه مر سكيلاتشي عيطوا لها لاجاتينا ميرسي بوكو هاي ديما تلقى عنده الحكايه لاجاتينا فرانك لانتيني ما تفرجش في الاخبار نتاع الريون وقتها ليه فرانك لانتيني هو رجل استعراض ايطالي بيش مشهور كان حاجة مشهور بيها كابتر اللي هي يعطينا نديس كان يمشي على الحبل هس لو قلت بيش مشهور قل انت ليه مش قل انت يعطينا نديس قلت نديس كان يمشي على الحبل هوني قلت يمشي على الحبل به الفتى صاحب الأرجل الثلاثة الذي ولد في 1889 في إيطاليا اكتشف والديه أنه يملك ثلاثة أرجل وأربع أقدام وي دونك عنده شكل غريب كان في عمر الثامنة انتقل كان واحد مسكين انتقل للولايات المتحدة ليقدم عروض في السيرك لقى نجاح كبير بسبب شكله الغريب كما كانوا يسألون الناس باستغراب عن كيفية شراءه لثلاثة صبابط من نفس اللون والشكل والمقاس
كان يجاوبه من يشري أربعة يلبس ثلاثة ويتبرع بالفردة الباقية لصديق يملك ساق واحدة. أوه. تزوج لانتيني ورزق بأربعة أطفال كل واحد عنده زيت لبس عليهم. توفي 66 عن عمر 76 سنة. شكرا على السؤال زهرة. مسكين كانوا كانوا واحدة كانوا رتيلة والله في بالي. السؤال اللي في مخك توا سي سامي من دعم ثلاثة ساقين دمك معناتها عنده 15 صباع صغيرة 16 عنده صباع زايد 16 صباع. ده هذا سؤال صبر لي سؤال بريء صبر لي يا ربي قلت لا يمجي سبع سنين هو فهم سؤالي سي سامي سؤال بريء درجي اللعب درجي اللعب في بالك اللي فما كرونيكوز هوني في غراسين كاري اسمها هيلا ذوادي تخاف انا تقابلك عليه لطف هكا قالت ما تقابلونيش بيه بي ما هذا انا خاف من انها هي ما تجاوبش برشا على الاسئله وانت تجاوب على كل شيء هذيك لا في اللي حرب لا انا قلت لك الاحداث كما هي ربي يسلموا عليها انا تو قبلت سلموا عليها قولوا لها انا نحطكم لكم نهار في بعض حطنا مره مع بعض حطنا مره بربي يا سي سامي قايد عندك يا سي قايد اي كابتن اي اخوي وتعرف انا شوي دون لا ترانسبارون اي اس ترانسبارون تلمو ترانسبارون غلاسنوس تعرفش الراو قاعدين الراو تو في الافكار نتاعك اون كيستيون ان بو اترانج اترانج نهار الاثنين اللي فات 10 اكتوبر صارت جنازه الاثنين اللي فات البارح اي 10 اكتوبر صارت جنازه عظيمه والاغرب من هذا دينيه دينيه اورديكوما في الهند لبابيا اللي يعتبرونه اله الله يرحم دفن في المعبد اللي كان يحرسه سيتي لو غارديان دي تومبل بتاع النهر ذا غانجر عادي عادي ومعناه المعبد هذا عمره 3000 سنه فهمتي المعبد هذا في كيرالا في جنوب الهند شكونوا بابيا هذا اللي معناها عملوا له الحيوان هذا بقرة انساء حيوان مش انساء برافو برافو حيوان ثور شو الحيوان ثور لا كوبرا كوبرا مفترس لا حاجة هو مفترس ولكن عمره حياته 80 سنة عمره 80 سنة 80 سنة مفترس تمساح تمساح 80 سنة تمساح هذايا اللي اسمه بابية اللي كانوا يعتبرونه إله عمره ما هاجم لا انسان هذه تشيع جنازة بابية تحو رتح عمره ما هاجم لا انسان ولا حيوان سيتا كروكوديل ديفا او شيكل سيدي ياكل هو فيجيتاريان الغذاء نتاعو متكون اساسا من اكلة براس هدام اللي متكونة اساسا من الارز والسكر دو بال دو بالمي شكرا ميرسي كابتن يلا انا نافع السكر هذاك أنس ميرسي كابتن هذه بابية شكرا تفضل في آخر المجموعة الشمسية في طرف المجموعة الشمسية اللي بتبيعها ملايين الكيلومترات على الأرض كي نستعملوا طرف الدنيا طرف الدنيا كي نستعملوا تلسكوب في قوة هابل فما مدينة في الأرض تتشاف اللي شنو هي المدينة هذه كي نبدو فيها كي نبدو بقى لا مش لاس فيغاس لا لا لاس فيغاس نعاود لنا ذاك الرجل ما يحبش غالب مش لازم فما مدينة واحدة تتشاف في طرف كيفاش من فوق طرف المجموعة الشمسية يعني ضاوية برشا كي يستعملوا تلسكوب في قوة هابل في الأرض تترى مدينة شو مميزاتها وأنها ضاوية برشا في الليل دبي أما دبي ما هيش دبي وماهيش باريس وماهيش لاس فيغاس وين في القارة في إفريقيا لا لا في آسيا في الصين في آسيا صحيح في الصين لا اليابان هي لا طوكيو 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 اللي تترى الميجالوبول دو طوكيو بتعرف طوكيو كبيره 25 مليون فهمتني اي في الكوبر زاده وكلها زاويه هي الوحيده الفيل الوحيده اللي تترى في الليل في اخر المجموعه الشمسيه في اخر الدنيا يلا صح عليهم يلا ابسطر ولدت 1853 بمدينه اسطنبول وتوفيت 1914 بمدينه تونس بالمرسى كانت عندها سالون أدبي نقل معاها من جهات عديدة كان يحضروه مجموعة من الناس كما في مصر مثلا الشيخ محمد عبدة سعد زغلول الباشا قاسم أمين عبد الرحمن الكواكبي هدى الشعراوي وغيرهم خرجت سامي
كانت عندها علاقة كبيرة بصفية هانم أم المصريين. لك مرة؟ لا. ومصطفى إلا من قلاته. ومصطفى باشا ومصطفى باشا فهمي. زارت تونس المرة الأولى عام 1896 لأنها كانت عندها أختها متزوجة في تونس. مخنا من دار اسمه من دار عبد الوهاب حسن حسني عبد الوهاب. لا فأعجبت بالبلاد التونسية وأعجب بها وأعجبت بشخصية من تونس، شخصية علمية في تونس. عرضت عليه الزواج فارفض، لكن زوجها ابنه. بارك الله. اللي كان هي وقتها هي في زواج بالنسبه لها زواجها الثاني لان كانت هجاله. هي كانت لها من العمر من عام 47 سنه وهو كان عمره 20 سنه. بارك الله. ما بيناتهمش برشا. توفيت. لما توفيت بقي بعدها ارمل الى وفاته. حب فيها. حب كبير. حب كبير رغم 27 سنه الفرق. كانت عندها صالون ادبي في تونس كيف كيف، يأموه الادباء والشعراء والفنانين. معروفه عبستار. معروفه جدا. وكانت كي تجلس ومات في المرسى. ماتت في المرسى. وكانت كي تقبل في صالونها تقبل وعلى راسها تاج ديامونت. من وين تحب تموت؟ علامه اماريه نتاعها. باهي. هي مصريه الجنسيه. يا مصريه يا سيدي بو سعيد. استنى مش اسمها هذيك. لا شكوني هذيك؟ كان بعدت ياسر كارتاج. شكوني هذيك المصريه اللي تزوجت الوزير الاكبر؟ رجلها مش يكون شيخ مدينه ثم وزير اكبر في تونس في الدوله. مصطفى صفر رجلها شيخ مدينه تونس. كان شيخ مدينه وزير اكبر. كاش وزير اكبر سيد مصطفى صفر. اسمه كعاكه. شكون؟ اعطينا انديس. يعني قلت لك زوجها كان وزير اكبر. كان شيخ مدينه. لا قبلهم كان شيخ مدينه ثم وزير اكبر. جلولي بيناتهم. بينات الجلولي واحد. مش عائله مخزنيه في الاصل، عائله علم، بيت علم اصلهم من بنبله. ابو حاجب. ابسوليمون. زوجها خليل بو حاجب. خليل بو حاجب. سالم بو حاجب. حموها سالم. حموها سالم. انا طلعت حموها سالم بو حاجب. وهي وراجلها خليل بو حاجب الوزير الاكبر. شكوني؟ مغنية. ليه ديبة مش ما يزيد. أميرة. أميرة. عندي صديقي طبيب اسمه خليل بو حاجب. أنا ريمالي نزلالي. الأميرة نزلي. نزلي. مصطفى فاضل باشا بن إبراهيم باشا. نزلي. بن محمد علي باشا الكبير بخديوي مصر. هكا نسلموا على هيلا ونقولوا له ما طلعهاش. شكون قال نزلالي؟ شكون؟ نزلالي شكون؟ ما يحبش راه. ما يحبش. ولا. عمني ولا صار ما بيناتنا قال الاخر فك يدك وشوشتي على العض. والله كل مره تعرضني في اليوتيوب بتذكرها. فاست قداش في الانسان عنده من عظم. قال لك 400 واحد. ما عملتها ولا اعترفت بالخطا نتاعك؟ ما اعترفش انا بالحاجات، نستعرف بالعلم. العلم يقول لك راهو جسم الانسان يتبدل من 200 من 206 يا خي اللي حليت علينا. عليكم رايزين. شكرا لكم مستمعينا. انا غدوه ان شاء الله نغيب على راسين كاري اون برانسيب. تهزنا معاك مره قول نسكر ولا سكر نمشي الكل كلنا. يلا غدوه ان شاء الله. ربي يهنيك. اسمعني بدارك وبيت قبل كل شيء. غدوه حلقه جديده. تفيهم تفيهم.